حياكم الله، أنا سلطان الشدادي وأنا لين الحلواني، وهذه حلقة جديدة in other news. أبرز عناوينها: رسمياً زعيم الكوميديا عادل إمام يعتزل، وهل صارت علاقة نجوى كرم وعمر دهماني رسمية؟ شخصيات بوكيمون في عالم بالوورد والمتهم الذكاء الاصطناعي. هذه العناوين، والبداية مع كلام ويب والأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا. مواضيع كثيرة كانت ترند في الفترة الماضية، ولكن نقدر نقول أنه خبر اعتزال نجم الكوميديا عادل إمام هو كان التوب ترند، من بعد تساؤلات كثيرة حول عمل مرتقب للزعيم وموعد عودته إلى الساحة الفنية. أعلن نجله المخرج رامي إمام خبر اعتزال والده في تصريحات صحفية كانت خلال حفل جوي أوردز. مزبوط، رامي طمأن محبي والده أنه الزعيم بصحة جيدة، وأيضاً قال أنه هذا القرار نابع من رغبته في قضاء المزيد من الوقت إلى جانب عائلته وأحفاده، وأنه يتفرغ للحياة الأسرية معهم. طبعاً الملايين تفاعلوا مع الخبر، خصوصاً أنه الإعلان عنه زامن مع تكريمه الاستثنائي في حفل جوي أوردز وحصوله على لقب زعيم الفن العربي. مؤثر جداً خبر اعتزال نجم كبير مثل عادل إمام. طبعاً. أعماله الفنية رافقتنا كل سنوات حياتنا، والجمهور صراحة كان يطمع بالمزيد، يبي يشوف مسرحيات، يبغى يشوف أيضاً أفلام من اللي يقدمها دائماً. أنا أول مرة يعني عرفت فيها عادل إمام كانت مسرحية مدرسة المشاغبين، لما قال الماجستير ده قبل الإعدادي ولا بعده، وغيرها من الجمل اللي ضحكتنا كثير. ولكن صحة عادل إمام هي الأهم، وطبعاً رغبته بالتفرغ للعائلة هذا أيضاً أمر مهم جداً. 100% زعلنا كثير لسماع هذا الخبر، بس تقديرنا كبير لسنين طويلة من العطاء الفني ولكل الضحكات اللي رسمها الزعيم على وجه الشعب العربي، وأعماله اللي بكل معنى الكلمة ما بتتكرر، وما بننسى كل الإفيهات اللي صارت جزء من حديثنا اليومي. عادل محمد إمام محمد بخاريني من مواليد المنصورة عام 1940، درس بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة. يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايق. ومنها انطلق إلى مسيرة فنية أصبح فيها محفور في وجدان الذاكرة الشعبية العربية. صانع الضحك بدأ رحلته الفنية على المسرح في الستينيات بأنا وهو وهي لمدرسة المشاغبين في السبعينيات. سيطر على شباك التذاكر في الثمانينيات بشخصيات كوميدية متلونة بين النمر والأنثى، المولد وحنفي الأبهة. فرحت لك جدا بصارش ثاني. اتخذت الحكاية جد ولا إيه؟ ساب فيها بصمة في وجدان الجمهور العربي للأبد. ومع بداية التسعينيات أخذت أفلامه صبغة سياسية اجتماعية كانت تحاكي اهتمامات رجل الشارع العادي في المجتمع المصري والعربي. أهلا وسهلا، انتوا قاعدين كده انتوا مستنين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. وبعد 126 فيلم، 16 مسلسل و11 مسرحية، صنع فيها الزعيم ملايين الضحكات وأصبح خلالها أيقونة ثقافية مصرية وجزء من الثقافة الشعبية في العالم العربي. من أسرة إن أذر نيوز نتمنى العمر المديد وعلى طول الصحة والعافية للزعيم عادل إمام. تعرف سلطان لما سألوه إيش أقرب لقب لإلك إيش قال؟ لا وش قال؟ جده، في أحلى من هيك؟ يا سلام أبداً، الله يخلي له أحفاده. اللهم أمين يا رب. وننتقل بعد إلى زعيم ثاني نتمنى له كل التوفيق، وهو طبعاً نادي النصر واللي وصل إلى الصين. 100% هاشتاج النصر في الصين، وأيضاً هاشتاج النصر حديث العالم كانوا متصدرين الهاشتاجات في السعودية، وانتشرت فيديوهات احتفالات بالفريق السعودي في الصين. شفت النصر وشلون أسعد ملايين يا فيصل، شفت الحياة برجعتها كيف صارت، الله يا عالمي. من الصين إلى بريطانيا، هناك العائلة المالكة البريطانية قصة ثانية. صحة أميرة ويلز زوجة ولي عهد بريطانيا كيت ميدلتون شغلت البريطانيين هذه الأيام وأيضاً محبينها من حول العالم. فالأميرة لا زالت في المستشفى للتعافي من العملية الجراحية اللي أجرتها في البطن. يعني على الرغم من كل التطمينات بأنه العملية كانت ناجحة، إلا أنه الأميرة لن تعود لمهامها قبل شهر أبريل بحسب ما أعلن قصر كنسينغتون.
وطول مدة التعافي أقلق محبي الأميرة وأثار علامات استفهام عما إذا كان فعلاً الموضوع أخطر من هيك، خصوصاً بعد انتشار شائعة بتقول إنها مصابة بمرض السرطان. مسؤولي القصر أعلنوا إنهم رح يعطوا تحديثات عن التقدم حول صحة ميدلتون واللي عم تحرزه لما تكون في معلومات جديدة يشاركوها مع الجمهور. وقصص العائلة الملكية البريطانية ما تنتهي، وخاصة يعني أخبار الأمير هاري. يعني لما نحكي عن الأمير هاري عم نحكي عن شخص انتفض كتير في السنوات الماضية على العائلة الملكية كلها، وشن حرب على الإعلام البريطاني كذلك اللي اعتبر أنه كان شريك في تعاسة والدته الليدي ديانا وأثر سلباً على عائلته. الأمير المتمرد رفع دعوى قضائية على أكثر من صحيفة ووسيلة إعلام، ولكن الحظ على ما يبدو ما كان حليفه في واحدة منها على الأقل، وهي الدعوة المرفوعة على The Mail on Sunday. تاريخ حافل للأمير هاري بالأزمات مع الصحف البريطانية الشعبية، وآخرها دعوى قضائية رفعها في وجه ميل أون ساندي جراء مقال يتعلق بحماية الشرطة له أثناء زيارته للمملكة المتحدة، ولكن الدعوى أسقطت. هاري قد قدم طلباً من شأنه أن يسمح له بتسوية هذه القضية من دون اللجوء إلى المحاكم، لكن القضاء رفض الطلب في ديسمبر كانون الأول، كما اضطر إلى دفع 48 ألف باوند لناشر الصحيفة. وفي مواجهة احتمال المحاكمة اعترف دوق ساسكس بهزيمته في اليوم الذي اضطر فيه محاموه إلى تقديم وثائق جديدة إلى المحاكم، وكل ذلك وفق ما ورد في مقال نشرته صحيفة أخرى تابعة للمجموعة نفسها وهي ديلي ميل، التي أكدت أيضاً أنه سيتعين على هاري دفع التكاليف التي تكبدتها الصحيفة والبالغ 250 ألف باوند بالإضافة إلى أتعاب محاميه، ما يرفع الفاتورة الإجمالية إلى أكثر من 750 ألف باوند، يعني ما يقارب 950 ألف دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن ترك هاري وزوجته ميغان ماركل العائلة الملكية والمملكة المتحدة، لم يعد يحق لهما الحصول على حماية الشرطة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، وكان رفض القضاء البريطاني في شهر أيار مايو الماضي طلب هاري تمكينه من الاستفادة من حماية الشرطة له ولعائلته. هاري لطالما أشار وفي العلن أنه ترك بريطانيا هرباً من الصحافة المؤذية كما وصفها، وأراد إخراج عائلته من تلك البيئة، كما وقال أنها عملت على تدمير صحته النفسية ولعبت دوراً أساسياً في كل المشاكل التي تعرضت لها والدته الراحلة الأميرة ديانا. حلقتنا باقي في بدايتها، قصصنا ما خلصت، ومنها قصة وحقيقة ارتباط النجمة اللبنانية نجوى كرم رجل الأعمال عمر الدهماني. ولكن قبل الإعلان رح نتوقف مع شريط لصور عم تختصر بعض الأحداث في العالم. نتابع حلقة الليلة من الخبر الآخر إلى أخبار المشاهير والسيرز في تحت الأضواء. بعض النجوم يحاولون يخلون حياتهم الخاصة شوي بعيدة عن الأضواء، وما يصرحون يعني بشكل علني أو حتى يكشفون عن أسرارهم العاطفية. النجمة اللبنانية نجوى كرم واحدة من النجمات اللي لطالما أثارت حياتها الخاصة فضول محبيها ومتابعيها، خصوصاً مع ربط اسمها وحديث عن زواجها من رجل أعمال إماراتي. فعلاً سلطان، النجمة اللبنانية نجوى كرم تركت باب التكهنات مفتوح فيما يخص علاقتها برجل الأعمال عمر الدهماني، ولكن الأكيد أنه متواجد معها في كل حفلاتها ورافقها أيضاً في حفل جوي أبورد. فهل ظهوره الأخير مع الفنانة نجوى كرم في الرياض إعلان رسمي عن هاي العلاقة؟ خلينا نتابع التفاصيل بهذا التقرير. هل أعلنت نجوى كرم زواجها من عمر الدهماني من خلال ظهورهما معاً في حفل جوي أوردز 2024 في الرياض؟ للرياض شمس ولبيروت كرم، كيف شايف هذا الحدث؟ أنت حضرت العام السنة الماضية. الفنانة اللبنانية الشهيرة ورجل الأعمال الإماراتي أثار الجدل بعلاقتهما الغامضة التي لم يؤكدها أو ينفيها حتى الآن.
نجوى كرم التي كانت من بين الفائزين بجائزة صناع الترفيه الفخرية تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات في الحفل الذي أقيم في الرياض في دورته الرابعة، لفتت الأنظار بجلوسها إلى جانب الدهماني، وهذه المرة الأولى التي تظهر معه رسمياً. نجوى تألقت في الحفل بفستان أبيض طويل من تصميم نيكولا جبران يبرز جمالها وأنوثتها، وقد عبرت عن سعادتها وفخرها بالجائزة التي تعتبر تتويجاً لجهودها. بشكركم خصصتوني بهالجائزة اليوم. عمر الدهماني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية، وهو متعهد جميع الحفلات التي تحييها نجوى كرم في الإمارات، وهو من مواليد 1980 وتزوج وانفصل مرتين ولديه ولدان. وقد تعرف على نجوى كرم في عام 2017 وبدأت بينهما قصة حب لم يعلن عنها رسمياً. أما نجوى كرم فتزوجت قبل ذلك مرة واحدة فقط من متعهد الحفلات يوسف حرب. تستاهل الفنانة الجميلة نجوى كرم علاقة جميلة، والله يسمعنا الأخبار الطيبة إن شاء الله يا رب. وتحت الأضواء اليوم مسلسل سكسيشن الشهير عن سلالة عائلة روي اللي عرض على HBO. إدمان سكسيشن ما انتهى، على الرغم من أن المسلسل خلص، والدليل هو الأسعار الجنونية اللي حصدها مزاد علني على أكسسوارات المسلسل. خلونا نتابع. جمع بين النجاح النقدي والجماهيري، وتمكن من حصد أكثر من 100 جائزة من بين 13 جائزة إيمي برايم تايم وخمس جوائز جولدن جلوب. Succession. So it's been said, but it's a team effort, this show, which is one of the reasons it's so lovely to do. إنه مسلسل Succession أو الخلافة الذي بدأ عرض موسمه الأول في يونيو حزيران 2018. But I've always tried to do the best by them because I love them. وعرض موسمه الرابع والأخير في مارس أذار 2023. النقاد صنفوا هذا المسلسل على أنه واحد من أفضل المسلسلات التلفزيونية على الإطلاق ومن الأكثر متابعة من المشاهدين، لذلك ليست بمفاجأة بيع أغراض استعملت بعدة مشاهد منه بمبالغ خيالية. فبمزاد علني نظمته محطة HBO على الإنترنت من دالاس الأمريكية، شارك فيه عدد كبير من الشركات والمتاحف والأشخاص المنفردين. تم بيع تحديداً 236 غرضاً خاصاً بالمسلسل بمبلغ تخطى 627,800 دولار أمريكي. من بين هذه الأغراض العديدة حقيبة يد كبيرة من دار بيربري بيعت بمبلغ 18,750 دولار، ورسائل قصيرة مكتوبة بخط اليد على أوراق زهرية اللون كتبها رومان روي بالمسلسل لجنازة والده، وحصدت مبلغ 25,000 دولار. يعني من كثر ما أحب مسلسل سكسيشن، الموسيقى اللي في بداية المسلسل معلقة معي طبعاً. واللي يعرف أنك أنت مرة تحبين هذا المسلسل طبعاً، لأنك تحبينه، ممكن تروحي المزاد مثل هذا؟ المزاد هذا لا صراحة، بس المزاد تبع مسلسل The Crown كان ممكن أروح وأشارك فيه، لأنه القطع اللي موجودة فيه كانت طبق الأصل عن القطع اللي بسوها الأشخاص بالحقيقة. يعني خلينا نروح من عالم الفن والمسلسلات وناخذكم مشاهدينا في جولة سريعة على عالم الرياضة وفقرة سكور. لمحبي ومتابعي أخبار التنس، هذا الخبر لكم. مع احتدام المنافسة في الأيام الأخيرة لأستراليا أوبن واقتراب موعد الفاينل يوم الجمعة المقبل، الأنظار كلها متوجهة على المباريات الأخيرة اللي قاعدة تحدد أسماء الفائزين في سنة 2024 لكافة الفئات. وعلى فكرة يعني تحقق هذه المباراة نسبة مشاهدة مرتفعة جداً. لما نحكي عن أستراليا أوبن اللي عم تنطلق في آخر أسبوعين من شهر يناير، في كل سنة عم تجمع نجوم التنس في تورنمنت عم يخطف الأنفاس. هاي البطولة اللي انطلقت عام 1905 ولساتها مستمرة لغاية اليوم، اتخذت من ملبورن مقر لإلها، بيتوافد لها محبي التنس من كل أنحاء العالم. بعض المعلومات عن أستراليا أوبن في هذا التقرير. في كل عام وفي أواخر شهر يناير تقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات لجراند سلام الأربعة الكبرى في مدينة ميلبورن في أستراليا. انطلقت البطولة عام 1905 وأقيمت في ست مدن مختلفة، إلى أن استقرت البطولة في ميلبورن عام 1972. تحتوي أستراليا المفتوحة على مسابقات فرد الرجال وفرد السيدات، والزوج من الرجال والسيدات والزوج المختلط، والمبتدئين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأساطير.
قبل عام 1988 كان سطح ملاعب البطولة عشبية، ثم تحولت للملاعب الخضراء الصلبة من نوع ريباوند ACE حتى عام 2007، ومنذ عام 2008 تحولت للملاعب الزرقاء الصلبة. تمتاز بطولة أستراليا بثاني أعلى جمهور في بطولات التنس بعد أمريكا المفتوحة، ومجموع الجوائز في البطولة يعادل 60 مليون دولار، ويضاف 2000 نقطة على التصنيف العالمي للبطل الحائز على اللقب. يعتبر نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً هو الأكثر تتويجاً بلقب البطولة في 10 مناسبات، كان آخرها أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2023. ترى من سيحصد لقب البطولة هذا العام؟ ممتعة جدا مباريات التنس، يعني أنا صراحة عندي فضول أعرف مين راح يفوز. أكيد مين التنس؟ أكيد مسلي بطريقة غير عادية، بالأخص أنه عم نشوف العنصر النسائي العربي قوي جدا في عالم التنس مثل أنس جابر. كل حال قبل الختام لازم نحكي لكم عن الأبديت. خبرنا اليوم في فقرة أبديتس عن ألعاب الفيديو جيمز، تحديداً مع لعبة بالورد اللي تواجه في الأيام الأخيرة اتهامات يقولون أنه في سرقة وتقليد للعبة بوكيمون. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا سلباً مع لعبة بالورد، واتهموا الذكاء الاصطناعي AI بنسخ شخصيات بوكيمون وتقليد اللعبة، واعتبروا أنه تصميم لعبة بالورد هي ناتجة عن التوليد الاصطناعي اللي بيقوم فيه AI. إيش حقيقة هاي الاتهامات؟ خلينا نتابع سوى التفاصيل بهذا التقرير. تفاجأ محبو بيكاتشو، بالباسور، شارمندر، سكويرل، كليفاري وغيرهم كتير من شخصيات لعبة البوكيمون الشهيرة بوجود شخصياتهم المفضلة في لعبة تانية جديدة اسمها البال وورلد. ايه الحكاية؟ يوم الجمعة اللي فات اتطرحت في الأسواق لعبة جديدة من شركة بوكيت بير، لكن اللي لعبها لاحظ التشابه الكبير بين شخصياتها وشخصية لعبة بوكيمون اللي الكل عارفها. ورغم الاتهام بسرقة التصميم، اللعبة الجديدة حققت مبيعات تجاوزت 2 مليون نسخة حول العالم بعد مرور 24 ساعة بس من طرحها في الأسواق العالمية. شركة بوكيت بير المطورة للعبة كشفت في بيان صحفي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني إنها نجحت في بيع مليون نسخة بعد 8 ساعات بس من إطلاقها. لكن اللي حصل إن اللاعبين لما ابتدوا اللعبة الجديدة لاحظوا التشابه الكبير بين شخصيات البال وورلد والشخصيات المعروفة في لعبة البوكيمون، رغم إن نوع اللعبة مختلف تماماً عن البوكيمون وتنتمي لنوعية الأكشن سيرفايفل جيمز. فأول رد من شركة بوكيت بير، قال الرئيس التنفيذي للشركة تاكورو ميزوبي إن الموظفة اللي قامت بتصميم شخصيات اللعبة هي فتاة حديثة التخرج استخدمت الذكاء الاصطناعي في تصميم الشخصيات، وكان واضح من تصريح تاكورو إنه موقفش عند موضوع التشابه ده اللي ما منعش كل اللاعبين إنهم يستمتعوا باستكشاف اللعبة الجديدة. الليلة أنا راح أختبر هذه اللعبة وأشوف المقارنة بينهم. شوف معك من هون لبكرة بتخبرنا إذا فعلياً سارقينها أو لا، بدنا نعرف الحقيقة. قول AI بكل معنى الكلمة شاغل الدنيا، من هواة ألعاب الفيديو لأكبر صناع القرار في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. صحيح 100% لين، يعني الذكاء الاصطناعي كان واحد من المواضيع اللي تمت مناقشتها بعمق في دافوس، وخصوصاً كيف راح يكون تأثيره على سوق العمل ومستقبل بعض المهن. خلونا نشوف مع بعض التفاصيل في التقرير التالي. قبل أسابيع خدعت عارضة الأزياء إيميلي العالم وجمعت أكثر من ربع مليون متابع على الإنستغرام قبل أن يكتشف المتابعون أنها من صنع الذكاء الاصطناعي. هذا الأمر كشف إلى أي مدى بات الذكاء الاصطناعي قادر على غشنا في العديد من المجالات. فبعد استبدال أصوات الفنانين في الأغنيات وعارضات الأزياء الافتراضيات، بنت الجيران شاب لا، يقف العالم عند مفترق طرق سيستبدل فيه الذكاء الاصطناعي أكثر من 40% من الوظائف بحسب تقارير صندوق النقد الدولي. نعم 40%، معظمها المهن التي تقوم على التسويق والمحاسبة والاستشارة الإدارية والخدمات المصرفية. وفي المقابل فإن المهن التي قد تكون أقل تهديداً بسبب الذكاء الاصطناعي هي التي تعتمد على الابتكار والمهارات مثل الرياضة والترفيه والرعاية الصحية والاجتماعية والبناء والهندسة والصيانة والطهي الضيافة والنظافة، مع العلم أن تطور الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على هذه المهن أيضا. الدول الأكثر تهديداً بفقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي هي اليونان، سلوفيكيا، ليتوانيا، إستونيا وبلغاريا، فهي تعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية وانخفاض مستويات الابتكار والتعليم.
أما الدول الأقل تهديداً هي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر، وتبرز هذه الدول بسبب استراتيجياتها الحكومية واستثماراتها في البحث والتطوير والمواهب والبنية التحتية. تعرف سلطان، قريت من فترة أنه صار في مذيعين افتراضيين، فكرك بدلونا؟ ما لحقنا، تو البرنامج بدأ وقلنا بسم الله. على العموم حلقتنا لليوم انتهت، أتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع معانا وحبيتوا الأخبار اللي اخترنا لكم إياها. وموعدنا بيتجدد بكرة إن شاء الله، والختام مثل العادة فيديوهات من حول العالم في دقيقة واحدة عم تختصر أهم الأحداث اللي شفناها. تصبحوا على خير. تصبحون على خير. Thank you.